خلاص بدأ الاستعداد النهائي لمباراة بكرة، المباراة اللي من وجهة نظر كابتن كريم، كابتن أمير عبد الحميد، والحقيقة وكل جمهور الأهلي بيتمنى أنه الأهلي بكرة يكسب ولا حاجة غير المكسب. ما تنسوش تشاركونا النهاردة على يعني السؤال اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة، تتوقع النتيجة كم؟ من سيحرز الأهداف؟ علشان بعد الفصل الثاني هنستعرض إجابات حضراتكم بالتفصيل. ولكن كنا سألنا السؤال قبل الفصل، كابتن أمير برحب بيك مرة تانية، عن المؤثرات الخارجية اللي بتتدخل أحيانا وبتكون في نفس الوقت بعيدة عن كرة القدم. هل في دور الثمانية ممكن نقابل من الفرق اللي بتتحكم بهذا الشكل؟ صحيح عندنا اتحاد أفريقي جديد، عندنا أسماء جديدة، تشكيل لجان إن شاء الله هيحصل، يعني تشكيلات جديدة، بس يعني ده نوع من التخوف عند بعض الناس. يمكن زي ما انا قلت قبل كده، والناس عارفه ان النادي الاهلي نادي كبير، مش هيفرق معاه حكام بتحكم لطرف تاني او ظروف معينه. احنا في تاريخنا يا كابتن هاني لعيبه النادي الاهلي قابلنا ظروف اصعب من حكام، يعني قابلنا ظروف اصعب من حكام، ظروف ملاعب وظروف اقامات بره. في نفس الوقت يعني في ماتشات كتيره جدا كان بيبقى علينا ظلم تحكيمي. يمكن احنا لو نفتكر ماتش في 2005 او 2006 تقريبا، كان بنلعب النجم الساحلي واتطرد مننا كابتن عماد النحاس، ولينا اتنين بينالتي ما اتحسبتش، احمد شيد قناوي وتقريبا واحده بركات، وكان على ارضنا. لكن احنا كنا ممكن 2007 نكسب 2007 الترجي اعتقد 2007 برضه و2007 ثانيه لكن هي الفكره كلها، بس ان انت لو موفق مش هيفرق معاك الكلام ده. والنادي الاهلي دايما مش بيبص للحاجات دي. النادي الاهلي دايما انا بنزل اللقاء ببقى عندي هدف ان انا اكسب اللقاء، وهدف الاكبر بقى ان انا من خلال اللقاء ده اروح بطوله افريقيا يعني الفاينل واخد الفاينل يعني. وانا في اعتقادي كمان تقريبا بمستوى التحكيم اللي شفناه في دور المجموعات، اعتقد التحكيم الافريقي بدا ياخد شكل مختلف، ويمكن كمان مع عهد جديد مع رئيس اتحاد جديد كان مهتم جدا جدا بعده نقاط مهمه، منها جزء التحكيم، منها جزء الملاعب، منها جزء تسويق للبطوله الافريقيه بشكل افضل. اعتقد التحكيم، وهاخد برضو رايك فيه سريعا، تحكيم في افريقيا الى الافضل، ولا انت شايف لسه عندنا بعض الناس او بعض الحكام ممكن يكون لسه المستوى الفني او المستوى التحكيمي مش على قد في المستوى العالمي يعني نقدر نقول؟ والله كنت انا شايف ان التحكيم الافريقي في تصاعد كويس، تحسن يعني، في تحسن كبير. لان دلوقتي انت الحكم بيبقى ليه اسم كبير، فبيحافظ على اسمه وعنده الناس كلها، العالم كله بيتفرج عليه، عنده بيتقيم من خلال المشاركة اللي بيلعبها. صحيح. بيلعب في بطولات، ممكن يتحط في اسم بطولة أفريقيا، كل واحد بيخاف على اسمه، فبالتالي مش هيبقى يبص لحاجة ان هو يبقى مش فير في الماتشات. فرق الفار يا أمير، الفار لان من سنوات كان فيها التحكيم الافريقي عليه بعض علامات الاستفهام، ما كانش موجود فار. الفار كمان حسن من اداء الحكام شويه، او ادى اولويه ان الحكم كمان اخطاءه قلت بشكل كبير. هو بعيد عن الفار يا كابتن، انا شايف ان الحكام في مستوى كويس جدا بصراحه. وعندنا النهارده بنيجي مثلا فاينل بتلاقي حكم افريقي موجود، وفي حكام ليها اساميها. فبالتالي النهارده الحكام بقى يعني بقى في حكام موهوبه، في حكام ابتدت اسمها كبير فتحافظ على اسمها. الفار تساعد طبعا وكل حاجه، لكن انا شايف الحكام يعني مستواهم كويس جدا، ولان في مشاركات كتيره جدا، كل واحد عايز يحط اسمه، كل واحد عايز يشارك في البطولات دي، فبالتالي لازم يبقى فير، لازم يبقى يلعب المباراه بشكل كويس ومحايد مع الفريقين يعني. بس في بعض الاحيان الاهلي برضه بيتظلم من موضوع التحكيم شويه، وده يمكن كنا استعرضناه قبل كده، بس النهارده لا، عندك يعني سلسله من المعاناه الاهلي بيتعرض لها من قبل التحكيم. بنتكلم بشكل عام، مش بنتكلم عن مباراه معينه او عن بطوله معينه. ده فرق يعني، لسه في قصور ده في التحكيم ولا لا؟ يعني فرق للافضل ممكن في بعض الاوقات، في اخطاء بتفرق في نتيجه لقاء، بتفرق في نتيجه ان انت بتصعد لدور، بتبقى اخطاء فردية. لكن الفار بينقذ دلوقتي الموضوع ده يا كابتن هاني. الفار مش بينقذ الدنيا في حد جيد دي. مثلا في مباراه انا دايما المباريات ديت يعني عدم وجود فار كان عليه علامه استفهام.
مباراه لا قدر الله ممكن جدا يكون في مش هقول خطا مقصود لكن خطا غير مقصود. يعني المباراه مثلا الاهلي وفيتا كلوب ضربه الجزاء اللي اتحسبت كانت هتفرق جدا مع النادي الاهلي في مشواره مش في التاهل لكن في الشكل الافضل. الضغوط كانت هتترفع على اللعيبه بشكل كبير جدا. انا بتكلم عن النقطه دي عدم وجود فار في ادوار تمهيديه او دور المجموعات ده برضه علامه استفهام. اعتقد لازم الموضوع ده يتعدل في السنين اللي جايه لان احنا خلاص يعني البطوله الافريقيه بقت بطوله كبيره جدا جدا اقدر انها كل كمان العالم بيتفرج على البطوله ديت خاصه في النهائيات. فموضوع الفار ورجوعه تاني اسف لدور الثمانيه او لدور المجموعات ده مهم في المرحله اللي جايه اكيد. يعني المهم يا كابتن دي مباريات حاسمه ولقاءات حاسمه لازم لو هو مش بنسبة نقول 99% 95% كويس الفار بينقص في بعض الحاجات لان هيبقى ليه دور مهم جدا الفتره الجايه لان انت عندك ادوار وعندك مباريات صعبه جدا وتوصلك الفاينل. فانا شايف ان الفار ليه دور ولازم يبقى موجود يعني الفتره الجايه لازم يطبق. لازم يطبق.